شاكر، لكن شاكر سيرد عليه برجل ديالو اليسرى. شاكر الصوي يعطي بعض الضربات القوية الآن. تاهي النزال، تاهي النزال، نزال صعب نوعا ما الآن. ما غنقولوش بأنه الياس ربح، ولكن نتمنوا أنه الياس ربح، لأنه حتى دومبيا كان ذكي يعني في النزال ديالو. لكن إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق الياس شاكر. ضربة قوية هنا من دومبيا. بعض الاحيان تواجه بعض الخصوم حنا ممكن يلعبوا لك على نقاط القوه ديالك، ما يخلوكش الفرصه انك يعني تقدم التقنيات وتقدم المستوى المعهود ديالك والاشياء اللي تميزك ونقاط القوه. لكن نتمنى ان شاء الله الياس شاكر، الياس ودومبيا، من يفوز بهذا النزال؟ هل هو الياس المغربي شاكر ابن العاصمه الاقتصاديه من نادي لاس فيغاس؟ بالفعل الياس، الياس 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 يفوز على دومبيا. دومبيا ربما خير غير راضي على غير راضي على رغم انها هي واضحه غير راضي على الخساره، يعني ما كانش ذاك الفارق الكبير لكن